طرابلس سنة 1937، تاريخ افتتاح سباق الجائزة الكبرى أو جران بريميو دي تريبولي أو الفورمولا 1 أو الفئة الأولى. تتعدد التسميات ولكنه يبقى السباق الأشهر في العالم. المكان على امتداد طريق الشط، مضمار ينطلق من داخل قاعة معيتيغا الآن وينتهي مع حلبة ميدان الفروسية بيابو 6. أحدث سيارات السباق الإيطالية والألمانية تنافست في حلبة سباق هي الأسرع على الإطلاق في أسرع سباق للسيارات في العالم. هامون لانج قاد بطريقة مذهلة بسرعة 134 كيلومتر في الساعة في أول فوز يحققه. لانج تقدم بفارق 3 دقائق واستمر في اللف على أرض الملعب ليفوز بفارق 5 دقائق. مرسيدس أوتو يونيون احتلوا المراتب 8 الأولى، وبهذا كان هذا انتصاراً ساحقاً للألمان. السيارات كانت تشحن على المراكب وهذا لم يكن أمراً سهلاً. إيطاليا جعلت من سباق جائزة طرابلس الكبرى أحد أغنى السباقات في العالم. التاريخ ذاكرة الوطن، به نحترم ونقدر ونأخذ العبر.